طريق رئيسي يربط مجموعة من القرى بمدينة اللاذقية، ولكن لسوء الحظ وسوء الأحوال الجوية تعرض جزء من هذا الطريق للانزلاق والانهدام حتى أصبح بالكاد يسمى طريق، معرضا حياة الكثيرين من سكان تلك القرى لخطر الحوادث والموت، وخصوصا في الليل وأثناء هطول الأمطار. إنه طريق كلماخو الذي يخدم أكثر من 30,000 نسمة. لك هاي الطريق كم ضيعة بتخدم؟ خدم شي 10 ضيعات. مثل؟ كلماخو، القلوري، دير إبراهيم، دبيقة، مرجم عربان، بحمرة، بتعلي، المروش، جديدي، القاموع، البسطيرون، الخزيمي، رف قلوري، الفاخورة. يعني عدد سكانهم بتجاوز 25,000 إلى 30,000؟ أكثر. وما في غير هاي الطريق بتوصل للضياع. هالانهدام الشديد صار له شي سنة، وهذا طبعا بيعرض لحوادث سير خطيرة، يعني خاصة إذا في أمطار غزيرة أو شي، ممكن خاصة إذا الدنيا ليل والسيارات مسرعة ممكن يصير حوادث اصطدام وحوادث وفيات، لذلك لازم ينحل بسرعة الموضوع. والله طريق سيء، يعني ما تعمل حوادث، طريق سيء بشكل بالشتي، يعني في العالم تمرق عليها مقطوعة، يعني لحد هلا سير ميمرق عليها بخطورة. من امتى لها؟ والله صار اكثر من سنة وهي طريق هيك. وحكيتوا مع الجهات المعنية؟ وحكينا وما استفدنا شيء. ما ردوا عليك؟ لا والله. مو هيك بهالشكل، هيك من 3 سنوات صار ردم، صار انهدام، ورجعوا حطوا لبقايا وصخر، وهي عاد الكرة مرة تانية. طب هي أكيد عم تعرض أهالي الضيعة هون للخطر. والله شوفت عينكم، يعني هاي الطريق تقريبا رايح كله، يعني يا دوب تمرق سيارة واحدة. هذا إله من السنة الماضية، هاي المرحلة السيئة جدا، هذه عمرها شهر تقريبا. أما المرحلة الطريق مهجور، يعني في حكم الخطير من السنة الماضية، من أول الشتاء الماضي. أكيد عم يعرضكم كمواطنين هون للخطر. السيء جدا هو الازدحام، احيانا في ناس غرباء ما بيعرفوا انه هيك في موقع في شيء هيك سيء، حادث شبه محقق. اقتراحات عديدة عرضها سكان تلك القرى علها تكون حلا لهذه المشكلة. الافضل توسيعها حكما بحيث تستوعب اكبر كمية ممكنة، يعني درء الخطر، اهم شيء درء الخطر الحالي، انه يزبطوها، يعملوها جدار استنادي مضبوط، يوسعوها، لانه حرام هيك تصير حوادث كثير على الطرقات. هي الاقتراح، يا تترمم مضبوط بالشكل الصحيح او تتوسع بالاتجاه الثاني. يعني جدار استنادي ما بيحل المشكله؟ ما بتوقع، لانه في ارتفاع عالي كثير، يعني مستحيل جدار استنادي. واخيرا هو نداء الى الجهات المعنيه لايجاد حل لهذه المشكلة.